بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس العقائد، وتحدثنا في الحلقات السابقة عن إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، والآن ننتقل إلى موضوع آخر من مواضيع التوحيد، وهو الصفات الإلهية. في الواقع ربما يتفق البشر أكثرهم على وجود الله سبحانه وتعالى، المسلمون والمسيحيون واليهود وربما البوذيون والهندوس وغيرهم يقولون أن هناك خالقا إلها، ولكن الخلاف يأتي في صفات الله سبحانه وتعالى. هل الله ممكن أن يكون حالا في بوذا مثلا كصنم، أو هل يمكن أن يكون له أيدي متعددة كما آلهة الهندوس مثلا المتعددة كما يظنون، أو أن للبقر شأنا من الشأن في الألوهية، أو الله ممكن أن يكون ثلاثة أم يجب أن يكون واحد، وهذا الواحد كيف يكون واحدا من ناحية الصفات؟ هل صفاته زائدة عليه أم صفاته ليست زائدة عليه؟ هذه الأمور هي التي تسبب الخلاف في معرفة الله سبحانه وتعالى بين الأديان المختلفة، وأيضا بين المذاهب الإسلامية المختلفة. المهم هو جانبين أو شيئين. أولا نقول أن الله واحد سبحانه وتعالى، أي بمعنى أنه لا ثانية له ولا شريك له، بالأحرى ثاني أو ثالث أو رابع لا شريك له. والمعنى الآخر هو أن الله واحد لا شبيه له، لا يشبهه شيء. القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة أيضا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فكل صفة نثبتها لله سبحانه وتعالى يجب أن تثبت بشكل بحيث لا تؤدي إلى التجزئة في ذات الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس له جزء، أو أنه تكون شبيهة بصفات المخلوقين. الله قدير والإنسان قدير، هل قدرة الله مثل قدرة الإنسان؟ الله سميع والإنسان سميع، هل الله يسمع كما الإنسان يسمع أم يختلف؟ إذا كان يختلف فكيف يختلف؟ هذا هو جوهر المسألة في فهم الصفات الإلهية، نفهمها بشكل بحيث لا يكون لله شبيها من البشر المادي، بل ولا حتى شبيها له من المخلوقات الغير مادية، ولا يكون لله شريك أيضا. موضوع الشريك لم نتحدث عنه، إن شاء الله سنتحدث عنه في الدروس القادمة. فالبحث الآن هو في الصفات الإلهية، ولكي نعرف الصفات الإلهية بشكل جيد، نستوعبها بشكل جيد، نحتاج أن نعرف مقدمة هي الفرق بين الأمور المادية والأمور الغير مادية أو اللامادية. ما هو الفرق بين المادة واللامادة؟ طبعا الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا ماديا، فإذا ما هي صفات المادة وما هي صفات اللامادة؟ حتى نعرف بعض الصفات إذا نسبناها لله وهي تناسب المادة نقول لا تصح، لأن هذه من صفات المادة والله سبحانه وتعالى ليس موجودا ماديا. هذا مهم، لأنه معرفة باقي الصفات في الواقع يعتمد على فهم هذا الفرق بشكل جيد. المخلوقات المادية تختلف عن المخلوقات اللامادية في أربع جوانب. أولا الموجودات المادية بحاجة إلى زمان، لأن المادة تكون في ضمن زمان، بل أن الزمان يتحرك بتحرك المكان، إذا تحرك المكان يتولد الزمان، وإذا توقف المكان في الواقع يتوقف الزمان.
فالزمان هو أساسا يتولد من حركة المكان. ولأن الموجودات المادية كلها متحركة فهي إذن بحاجة إلى أن تكون في زمن معين. أما الموجودات اللامادية فهي ليست بحاجة إلى زمان، لأن أساسا هي ليست بمادة حتى تحتاج إلى زمان. الشيء الثاني، الموجودات المادية بحاجة إلى المكان، ما دامت هي مادة فلها جسم ولها طول ولها عرض ولها ارتفاع ولها كثافة ولها وزن، وهذه بحاجة إلى مكان معين تشغل حيزا في الفراغ. والتعبير الفيزيائي للمادة، المادة هو كل جسم يشغل حيزا في الفراغ، فيشغل مكان، حيز مكان في الفراغ. هذه من صفات الموجودات المادية. أما اللامادة فهي لا تحتاج إلى مكان. الفرق الثالث، أن الموجودات المادية قابلة للقسمة، ممكن أن تقسم إلى قسمين، إلى 4 أقسام، 8 أقسام، وهكذا، قابلة لأن تقسم إلى أجزاء. بينما الموجودات اللامادية هي غير قابلة للقسمة، لا يمكن أن نقسمها إلى أجزاء، لا يوجد أجزاء في ما بينها، يعني في ذاتها وجوهرها لا يوجد أجزاء، فنقسمها إلى جزئين أو 4 أو 8 أو 10، هذه لا يمكن أن تجزى. والفرق الرابع، أن المخلوقات المادية هي تتغير بمرور الزمن بتأثير عوامل الزمان والمكان والظروف المختلفة و الأجواء والأنواع الطبيعية المحيطة بها، هي تتغير لا تبقى ثابتة على حالها. بينما الموجودات اللامادية تبقى على حالها لا تتغير، حتى ولو مر عليها 1000 سنة، 2000 سنة، 10,000 سنة، هي تبقى كما هي بدون أن تتغير، لأن التغير يأتي بسبب العوامل المادية التي تطرأ عليها. هذه في الواقع عوامل 4. لكي نفهم بدقة هذه الفروق، ممكن أن نضرب مثل بسيط لتقريب المعنى إلى الذهن. نقول الفرق بين المادي واللامادي تقريبا، وإن كان إحنا لا نتحدث بالدقة الفلسفية، ولكن لتقريب المعنى للذهن، كالفرق بين العقل والدماغ. الدماغ موجود مادي، نقول أين يوجد الدماغ؟ يقول مثلا في الجمجمة. الدماغ بحاجة إلى مكان، نعم مكانه في جمجمة الإنسان. بحاجة إلى زمان، نعم في هذا الزمان هو هذا الدماغ موجود، دماغ الإنسان أو دماغ الحيوان بالنتيجة موجود. قابل للقسمة، نعم الدماغ قسمين، وممكن القسمين كل قسم يقسم إلى أقسام 4, 8, 16، وكذا ممكن أن يقسم إلى أجزاء كثيرة. ويتغير بمرور الزمن، نعم الدماغ يتغير، أصلا في البداية ما كان موجود ثم وجد، وبعد أن وجد كان صغيرا، مثلا عند في البيضة المخصبة حينما بدأت بتكون أول خلية من خلايا الدماغ كانت خلية واحدة، ثم تطورت إلى خلايا متعددة، ثم صار طفلا، ثم كبر دماغ الإنسان إذا كبر، وهكذا. وبعد مدة يزول، بعد مدة يموت الإنسان فيتغير، يتبدل الدماغ وينتهي، يزول وينتهي. إذن الدماغ نقول مخلوق مادي، هو بحاجة إلى زمان، موجود في زمن معين، بحاجة إلى مكان، وله طول وعرض ووزن وارتفاع وكثافة وغير ذلك من صفات المادة، ويتغير بمرور الزمن وقابل للقسمة. الآن إذا نقول بالنسبة للعقل، هل يمكن أن نقول العقل موجود في زمن دون زمن، يعني نوصله بزمن معين؟ لا نستطيع أن نقول العقل موجود في هذا الزمن وغير موجود قبل 1000 سنة ولن يوجد بعد 1000 سنة، كيف يوجد يعدم؟ تصور الزمان بالنسبة للعقل مو ممكن. هل نتصور للعقل مكان؟ فبعض الناس يقول نعم مكان العقل في دماغ الإنسان، والحقيقة مو مكانه في الدماغ، هو مرتبط بالدماغ ارتباط معين.